أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من أمن العقوبة أساء الأدب. في بعض العوائل الملتزمة المتدينة، لعل من الأزمات الاجتماعية عندنا واحدة منها هذه، التصور الخاطئ للدين أنتج ردة فعل عند الشباب. كب مخالفة يريد يعاقبه، شلون يعاقبه؟ يعاقبه بالمقدسات. قوم صلي، شو قوم عفو قوم صلي. هذا الطفل يفهم من الصلاة هي العقوبة، يقوم يكرهها لأنه ما يعرف الصلاة إلا عقوبة من الوالدين. قوم صلي.